كم يكلف حفل الزفاف في 10 دول حول العالم؟ اليوم في أعرف نستعرض معكم تكلفة حفل الزفاف حول العالم، بعضهم مبالغ فيه وتدفع فيها أموالاً طائلة، والبعض الآخر لا يهتم بالإنفاق الكثير. وبعد أن ننتهي لا تنسى أن تخبرنا في التعليقات تكلفة حفل الزفاف في بلدك. 1. الإمارات العربية المتحدة. أردت أن نلقي نظرة سوياً على دولة الإمارات العربية قبل أن نتطرق للدول الأجنبية، لأن الإمارات من أكثر الدول العربية التي تكلف العريس تكاليفاً باهظة في كل شيء، سواء تجهيزات الزواج أو حفل الزفاف، ويتحمل العريس 680,000 درهم إماراتي تكلفة حفل الزفاف، أي فيما يعادل 185,000 دولار أمريكي. ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض الأسر والعائلات في الإمارات العربية المتحدة تحاول أن تنفق أموالاً متواضعة إلى حد ما مقارنة بما ذكرناها بالأعلى حتى تخف الضغط على العائلتين. 2. أستراليا. تعتبر أستراليا من الدول التي تهتم جداً بتكاليف حفلات الزفاف، إذ أن الطبقة المتوسطة فيها تتحمل مشقات عديدة لتقيم حفلاً يشرفها أمام الناس. فحفل الزفاف في أستراليا يتكلف حوالي 67,000 دولاراً. 3. المملكة المتحدة بريطانيا. لا تعد المملكة المتحدة من الدول التي تهتم إلى أمر تكلفة الزفاف وربطه بمدى عرق وأصالة العائلة، لذا فإن الزفاف فيما لا يتعدى 35,000 دولار تقريباً، ومن ضمنهم 1500 دولار لفستان الزفاف وحوالي 2000 دولار لخاتم الزفاف، لذا أظن أن المملكة المتحدة من الدول المتواضعة في تكلفتها، ولكن هذا لا ينطبق على حفل الزفاف الملكي بالتأكيد. 4. كينيا. أكدت الإحصائيات التي أجريت في عام 2018 أن تكلفة الزفاف في كينيا تصل إلى 34,850 دولاراً، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأسر التي تحاول تقليل هذه التكلفة لتصبح 15,000 دولار أو أقل من ذلك إذا أمكن. 5. الولايات الأمريكية المتحدة. أثبتت الإحصائيات أن تكلفة كل ضيف في حفل الزفاف بالولايات المتحدة الأمريكية قد ازداد من 194 دولار إلى 268 دولار، وهذا خلال المدة التي تتراوح بين عام 2009 إلى عام 2017، وتصل تكلفة حفل الزفاف في أفخم مكان بأمريكا إلى 77,000 دولاراً، بينما تصل أقل تكلفة حفل زفاف إلى حوالي 17,500 دولار. 6. كندا. تعد كندا من البلدان التي تتميز بحفلات زفاف متواضعة جداً، إذ أن هناك إحصائيات صرحت بأن حفل الزفاف فيها يصل تكلفته إلى 20,000 دولار، ولكن الكنديين أنفسهم صرحوا بأن التكلفة تقل عن ذلك بكثير وتتراوح بين 6,000 إلى 7,000 دولار أمريكي. 7. اليونان. إذا كنت تقيم باليونان فكل ما عليك فعله هو ادخار 20,000 دولار حتى تتمكن من إتمام زفافك بحبيبتك. وبالنسبة لشهر العسل فاليونانيون لا يضطرون إلى الذهاب خارج دولتهم، وذلك لأن اليونان من أجمل دول العالم في شواطئها وشوارعها، حيث يأتي إليها الأزواج ليستمتعوا بها من كل دول العالم. 8. إسبانيا. تصل تكلفة حفل الزفاف في إسبانيا إلى حوالي 20,000 دولار، وذلك وفقاً للبيانات التي تم جمعها في عام 2014، لذا علينا أن نضع في الاعتبار أن هذا الرقم من المؤكد أنه قد تغير وازداد في عامنا هذا. وهناك عادات إسبانية لحفل الزفاف جميلة جداً نود لو أن نطبقها في بلادنا حتى نسهل على العروسين زواجهما وإتمام احتياجاتهما. قبل موعد الزفاف بأسبوع يتفق العروسان مع متجر لبيع كل مستلزمات المنزل الذي يحتاجونها وتنقصهم، ثم يخبر المدعوين باسم المتجر ليذهبوا جميعاً عليه ويشتروا كل احتياجاتهم كهدايا لزواجهما، وبالتالي يخفف المدعوون على الزوجين مصاريف كثيرة جداً. وإلى جانب هذا فإن عاداتهم أن يبدأوا الحفل الساعة 7 مساءً ويستمروا حتى صباح اليوم التالي. 9. هولندا.
كما هو مسجل في تقارير الدولة، فإن حفلات الزفاف المتوسطة فيها لا تتعدى 15,000 دولار. والمدهش في هذه الدولة أنك من الممكن أن تقيم حفل زفافك يوم الثلاثاء مجاناً تماماً، فإنك تجد هذا الأمر في هولندا بأكملها. لذا فإن يوم الثلاثاء محجوز للستة أشهر القادمين. 10. روسيا. تصل تكلفة حفل الزفاف الروسي إلى 15,000 دولار أيضاً، ومن ضمنهم 1.5 دولار لفستان الزفاف، هذا بالإضافة إلى 5,000 دولار لقضاء شهر العسل. ولا ننسى أن هذه هي تكلفة الزفاف المتوسط. لذا هناك حفلات زفاف فاخرة للأثرياء تكلف أكثر من ذلك بكثير. 11. الصين. وفقاً لتقارير البي بي سي التي أجريت في عام 2016، فإن تكلفة حفل زفاف الطبقة المتوسطة في الصين تصل إلى 12,000 دولار. ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أن الغلاء قد ازداد على الجميع، وبخاصة الصين لما بها من نسبة تضخم كبيرة. فأظن أن حفلات الزفاف في عام 2018 ازدادت بنسبة الضعف تقريباً. وأنتم أصدقاؤنا، كم يكلف حفل الزفاف في بلدكم؟ أخبرونا في التعليقات. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ليعرفوا كم سيكلفهم حفل الزفاف.